بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أمانتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنكون بلابنا إلهي يسوى سفينة إبنوا هاي مؤمنين تا مرة بعد وحي لهذه مصيبة كل عضا وحي لهذا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. دمانتين دكتور نقد انتي إلى هاي سمرية من هاي نقصيو سجارة إلى هاي سمرية من هواصيو هي الذي يقيسك يقربدي يا صحابتي أكبر حين دكتور مو هاي بقولال كها كل انتي قارحي متوحش كها مجزردي حسوقي كدعي صوب سجويس كصوب مقالة مقدشو انتي أنا دعوة عنا هلأ هاي إلى هاي عفوا هسيو إن شاء الله مو هاي مقال كان توسكا نقد دعوة نسان عندنا نحن هاي ندور على رموز ما هي دلوا داعو، أو نحن هاي سويدينو، يو حيا بكو أدن ما هي قرا حاس إن نحن هاي دلوا داعو إن شاء الله، وها سويدين لمرك أبوه رئيسه، إن نحن هاي دور سؤالات سويدينو، يعني يا فلية قرا ح، وسؤال شال شدول تاعو يا فلية قرا ح نوع سوكلا. لوگو تلاش کردن داد بدن لوگو گمادو. تلا بعد ای تهاین این سویدینو حویه و حبها ای تهاین این مستقبل کاری ما هنوع آن و کلا این نکاهورت کنم حی تهای. نسید و کلا محاد دمانتن هدیم های امداد سومالیات ملک استایت چوکتو این واجبه این نقابانو. هدم حین واجبه این نقابانو آرن کن قف کستاب محاد واجبه این وقبتو. سال تو قف کمر سویدیو محاد أيقوا أتبين قبطوا حوم مغنيسة وحي وقبن كريم صابت حوالي دبنا سوق عادي وين نسويدين محيط ما هي قبنا كرنا وحن كلوا عن برامج كان عن ما هي مقال كان توس كا إذا كلوا ذا جيا أشخاص إلى صاحب لدي يعني سي عن دقالة وبرسينو لعبة كلا دوان وبرسينو يعني ضد كاي دبعت هذا ما هي كوسامي سي مقالة مقدسه وعن دون ما هي أنا فافين كبهيو سيد أكله داد کلا او یه گلفتود ما های گرب استیاگی او بالن قاضی نکفالة قاتان قویسس که عروت گارهان عروت ما های آبیاش و دیوهایی بود کوایی اما اهل دو دای کودا و عمان اینه کفالة قاتان یعنی نلش و دین تکه دسته بالن قاضی کوانت هوی و حسینا بید میال کریم و آن تلابو نمتنی تلابو کودایشم دان او ایت های نودمانتی ما های کودای نه بید میال کریم أنا هدي أنا معاي أنا قط بدأ أنك هذا يوم معاي أن فاهمك بهيو أنك رديق دقو أنك هو الرجال قط بكو هو الرجال أهوي دينه هذا وكا تهاين المسوي دينه هو الرجال يأكله قرحس يا طبعا قرح وين بعد عاي وبرلارن إنك بدل صدق بقول قط أيام ما كنا كواي بقول الله كلامه وحوي وكل دعوة وده هي تبدأ يا الله كلا لو كلا قاضي وحس ودين لقرحة نوع عصو كلا إل بوش شجر ده ما ده بوش شجين هنا المقدسة هراو صامرين يافلي إن إيه بدن بن رادني مهاي بل جه شجرة إلا يهدا ما هيو عد جارة أو شجرة نسا تهنوجرا أو طبعا مهاي دولة بحوية يعني وحي عرب بودي أما مهاي وحي عرب كله فطي إن عد جارة أي مهاي كوه جارة أي كله فطي ما هي إلا يهدا أنو مو هاي إن يكون هذا سيز رسمية أو شجعتي إلا يو أنت مو هاي أنا أوجه أوجالكين موجي يعني مو هاي ورقة قصون وشيء طبعا هو يعني سكست طبعا النقطة وهو يعني قط ما منا أرتو أنت إن مو هقط ما من بق إن نتائج ودينو أنت نوقف إن نستأجنو إن لانو يفلي مركز أوجاتي عدة فلسي فلسي وتسكير على النساء والله دجال مسا ك
كهرتك بعد سمعين إساء فجأة في قيساء هبار هي وحكة استبعه هي وتكلم ورتجي إساء مركز أوجاتين تهدا إتهاي لكن مركز أنا دغيم بع ودريم يصير نعدي كاردي متى وأنا تقرني بيا يقف لي قرح إنه أنا كلا يعني ما عديت هذا إلا ده وتواش تواش أول نسوي دينا وين إن شاء الله هلا نتيجة ده ويا وحوي كلي وحفله إله بارد هان الصعدة إن له هلا أشخاص تي يدك كده بيا كل عدوم بفلسي إن له هلا يعني وارتشين إن شاء الله بإذن الله الكريم وحن لكن أنو دوات كده واتشين إن إيران إن إيران بين عيوب كل الدول الصومالية دنجار كله إن إيران يعني إنتها صوص النضات أي صومالي أي دباتي سنعي يعني دولة ذي كوحة هي أشخاص عملاء أو بساسين أو جواسيس أو أفرنيين تهوين كل الدول أي عريانين طبعًا وحوي ضد كاسي وحوي ضد كبدنا بق ما هاي اللي عديسني أنا وصومالي واحد عديسني أنا وحنا عكرا وردونا عالمية كوحة دولة وحوي أداة كنا وحوي قف صومالي هي اللي هي فلولي عدة فضلي نساء عدة قرح سوق النساء عدة أباب وكا عدة ماشي كوها برد ما هاي كوها جيسة وحوي طبعًا وحوي قف صومالي وحنا رشقة إن مجرمين ها أو كذا بس كل جوا وحوي واحد ثالة ومجرمين وحوي إلهي بحكم هاي قابا المرني وحاي متيسقين وطبعاً هو يوحي إنه تلمامي كرنا إنه كنت تلمامي كرنا قدت كأغرى حافلية إنه نقف هاين إنه يهي عدو جا صوماليا ووليقين عدو أها صوماليا هنتي وحاي أين إنه قانو أيتها إن صوماليا لما قين يهجر وحاي إنه هاي ضد إسلام وحاي إنه هاي إسلام لماذا ضد يعني بحكم هاي سنية وحاي إنه هاي ضد يعني مذهب كأنه شافعية waxaa inay dad isku dhaqana waxaa inay dad isku deegaana arrimo badan baa ma hayn wadaagna waxa weeye arrimaha noocaan soo kala aad ayay u yariihiin tabaan inay ma hayo Soomaali ee ama qowmiyada kala ma cid dad kale inay dawladaha kale ay isugu yimaadaan ay dad yaani talaaxum ka noocaas ay u jiro ee halisteenana hore loo gaaday khatarta ay muleenahayna hore loo gaaday markii ay ma hayo weerarnay Ethiopia يعني إنك بدن يعني عفرت السنة قصي قال بقولي تدريب باتن كي يوحي كور ريبة هل إيش تين كواه نحن مع إثيوبيا وحوي يوم مع دورة ده مسيحي جاي وحوار كي خطر أما جرس هل إيش أو جرامي هذا كجرامي أو أي تهين لجهرته مركز سيدا وقول وحن نلاو الله ينيا أو نلاو بابينا يا ودين تين أرتو مرقورة إن مشاو قالنا عدي الله دورة ده إسلام هن نلاو أديك سدو أو إسلام بين قوسين شاكلين هن نلاو أديك سدو dad ma gaala ma ayo lefto dha fuliyan ciday doonan calooshooda u shaqeystay la fuliyan jawaasiis fuliyan waxa weey dal islaam ayaynu nahay oo ay yani ma ay loogu talagalay inaynu baabaano loogu talagalay inaan muhiimad xaqaad hadaynu madax qaadmo waynu ogeyn waxa maheen iyo awooda aanu lahayn iyo meesha aanu gaarnay hadaynu hay Soomaali sidaa weey waxa weey inaynu kala laadno oo ay muhiim ay aanu nidaam yeelan oo aynaan dawlad xoog yeelan inkastoo Soomaaliya la ixtiraamsiyay laakiin looma ogola inay talaabsato waxa lagu kiciyay dhibaato kala duwan marka waxa weeye de Soomaaliya ma haya dhibaato haysata ay tahay inay xusno aan dabcan qaraxan waxa weeye arin amniga in amniga aan looga hortagay laakiin waxa iswaydiin kale dadkii ka hortagi lahaa ee amniga sugi lahaa mushahar ku filan malasi su'aashu waa baa askariga Soomaaliga uu qaataa $100 wax u dhaw ayuu qaataa yaani meelaha suu qaataa iyo wax ka hooseeya askariga afrika laga keenay ee aan naftayno ahayn ee ino soo shaqo tagay waxa way ku dhawaad $100 iyo wax ka badan bay qaataan waa askariga caadiga anu qaad ma israakiish lacagaha badan bay qaataan marka askariga Soomaaliga ay muxuu ilaalinaya marka hadii aan mushahar ku filan nasiin hadii la karaabeeyay ki afrikaanka ah ee aanu tuumaynay inuu dhibta noogaysan marka muxuu ilaalin kara waa waxba waxa ba suuragala inuu ilaaliyo iska daayay in loo adeegsado oo lacag la siiyo inuu fudeeyo qaraxyada iyo inuu hayo daldaloolada inuu ma hayo meel daldaloolo sameeyo isagu oo la soo galo marka waxa weeye mashaakilka Soomaaliya haysta ay ka mid tahay ciidamadii runtii waxa weeye way baabacsan yihiin ciidamadu waxay u baahan yihiin yaani in hoos loo eego oo arrinkood inuu hayo hoos loo eego dabcan talaabo wanaagsan ayay maxay xukuumadan maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo xukuumadiisu talaabo wanaagsan bay sameeyneysaa oo ah gudidan ay sameysay fikrad wanaagsan ee hadda kulanta ciidanka waxa weeye fikrad wanaagsan oo runtii arrimaha aan imi ka xusayo aan isiri waxa ugu tala galay in muhiim ay kaga hortaga dhibaatooyinka muhiim ah ee tabaan Soomaaliya haysata
يا أمي ده هذا كنيسة تازة يا كمدة وحكروا كمدة وهاي تعين المحسنون اللي بعتدى الصومالية وهاي بدن تعين وحجرا مامول قبلة ديو مامول قبلة ديو أمغضة إن هاي كمدهين هيكل كدولة الصومالية إن هوسي مادان لكن ميت كستابل لحن جارة جراعية ميوزك جارة نمال جارة كجراعية سدي يعني أدق مية دولة جارة أو أي حق ولا هذا هنا ما يدنا هذا أي هذا لما كتشتو سدي دل مدح بنان وكلا أدق مية أو دولة وكلا أدق مية أو دولة ده دبده هالشيء سيلا جل يا سفارة ده ودريا تاري هذا جارة كله يعني سوى ده تقسيم سوى تاسينا وحويه مامل قبل هذا نوع عصا كلا أدق مية إيه أنا محبلي جاي سنة ee aan hoos imanayn dawladda dhexe ee federaalka ee ay ahay dawladda dhexe inay xaq u leedahay inay maamusho arrimaha muhiimka ah difaac iyo arrimaha dabada siyaasadda dabada inay gacanteeda ku qabato kuwa aan u ogolaanayn waxay keeneen inay dawladda dhexe ay jilicsanaato isla markaana muhiimka daldalool amni u yimaado oo nala ka soo galo oo sidii la doono muhiimka nala ka yeelo oo halkaas uu qaraaxyadan iyo dhibaatooyin ay ka yimaadaan marka mas'uuliyadda waxay u qaadanayaan si toos ah iyo si aan toos ahayn bay maamul goboleedyadu u qaadanayaan marka dhigtooda waynu ka dhareegsanahay way inaad ogeydeen ma haya talaabooyinka ugu dambeeyay ee maalmihii ugu dambeeyay ay qaadayeen waad ogeydeen runtii nimankaas ma haya canaantaas way mutaystaan inaynu canaanano waana qayb ka mid ah dhibtayna haysata yaana iyagu tacsiid waxba ka qayb qaadan yaana iyagu ma haya murugo wax saartaan weeyaan marka waxa weeye dhibaatadaas qaybka waxa kale oo jira dhibaatada ma haya Soomaaliya qaybka ay tahay inaynu ogaano wixii qarax keenay وقيب كأهان كرو وهو يعرمها أمنيوي جوابا مناطق يعني آن هاسما يعني لا تخضع لسيادة الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية جوابات كذا آن سيادة ديدا مدح بنامي ديدا دولة نبي ديدا آن هاي آن كفدين أو آن هاسما وحكم ده حالنا وهو سيدا نلاشي دولة وين كتوابتا وأرك ما سعد إنه كتوابتا حق ما لنا نود إنه حالنا وحال الشيء دينو inaan dawladda muhiimka ah aan si rasmi ah u hoos muhiimka ku soo gasho baaritaan iyo in fasax ay ku soo gasho ay fasax weydiisatay in soo gasho oo yaani si yaani muamalada dad gaar ay toogan ay muhiimka ah shishay toogan ay hada toogan ay toogi karaan qulun iyo qashaabir ay inaan garanay marka arin meelaha aanay dawladdu yaani madax banaanideeda aan hoos man yaani arin halis ugu keenay kara waxay leeyihiin يعني حالنا وحلاية هي مالها حلال مش حلال الله يلا هذا إيربوت كله يعني مال قارة أو أي ديارة هو ذكر صوت دكان تذكر حلال تشوفه قارة ده حلال تشوفه تا يوحي يوش قاية وحي لا يهين مال أي ديارة هو ذكر صوت دكان وحي لا يهين حابه يعني أفرا أي واحد دونا كصوت دكان كلا لا شاش كي دونا بوت كنا مراكين تذكر تشوفه كنا صوت كلا صوت دكان يعني وحوي يعني رقابة مش شفته واحد مو صعدة تذكر هالكلا تشوفه وارول صوماليه يعني لكن رقابة وحلو بسوا وركن سوا قارية وح رقابة إلى المجتمع ما كأي تاسي شرتو يعني ما يمنع سوا إنه دولة وقتها وح كدا عيا تاسي وح كان سنة يسا إنه فليان ضد حالة توجا إنه فليان وح يدوانا كفليان أو كم دي أقدر حسابة وكم دي طبعا وحوي سوماري أما هذين نقطة كوحات دقلمية أما هذين نقطة أشخاص على شدة وشقي استيارة وحين كنت المامي كرنا إنا وش غين ضد الصومالي وش غيني أوش غيني دنا الدولة دوت دنا وردون دنا السفارة دوت دنا كله أوش غيني يعني وأي طرحية تقولني وأي هي بالوكالة ومد برسي وكيلنا يا مد كاسنا مد بوسي وكيلنا يا مد كاسنا مد بوسا وكيلنا حتى واحد هذا مرة في قاعد قلت إن طرحية لسكر شهقتو أنا جدي فلين بقى قلنا ده شهقنا إنسان إن طرحية لسكر شهقتو أنا فلين لكن عندك لفلين شيء لكن أي دنجا هو طبعا دنجا قارة ay ka ugu taaydan dhaqaale iyo dan kale oo iyaga loo sameeyay baad soconaysaa in ay muhiimka ah Soomaaliya aanay meel noqon ama muhiimka ah ee iyo ujeedooyin kale laga leeyahay marka dhibaatada muhiimka ah Soomaaliya way badan tahay oo halkan anigu kuma soo koobi karo khabiir ku soo koobi karana ma jiraan jira khubaro in badan muhiimka ah Soomaaliya ka hadasho ee marka haddaan su'aasha aan dadka soo galay aan ugu celiyo ee ugu muhiimsan inaynu isweydiino yaa fulay marka inuu ogaano cidda fulisa qaraxa arrimo badan ba maxay inala gudboonaanay Soomaa yaa fulay qaraxa marka su'aashaas waa in isweydiya waa in inuu helaa waa in baaritaan u yimaada cidda fulisa qaraxa oo bad kala keena hadaan u gudbo yaani maxay weydiinta kale qaraxa uu dhacay Soomaali baa maxay waxaan joognay Muqdisho goobo kale weyn oo joognay caalamka kamida maxay inala gudboon inaga hadaba maxay inala gudboon oo yaani maxay u sameynaa
يعني طبعا الصومالي ده سيابة كله دوام بيبقى معه روتي وقت شو وقتي عاد بنا وقت ما هذا لنا يوم مدة الصومالية ملك استوي جوتو عاد بيعرف إذا وقت شو وابن أو حوي وكغيب قاتل مد ريك شو به مد قارب هي مد ماشي معه ده كي أجر مدان يعني روتي وحنا وقت ما هذا لنا يوم مدة حتى الصومالية وهو رئي مد حويرو رئيس الوزراء قدوميها قبل كبنادر وسيرتو حل بانده يعني شعب الصومالية ورباهنتو علمدو روتي وحوي وح شرف له oo muhay laatay daqbooji baad samaysan talaabooyinkii aad baan muhay idin amaanay in badan waan idin dhaliilay laakiin markan waan idin amaanayna waxa weeye wax kale aan ku xisaabtamayna wajiga mararka qaar koodi ku dhaliilayna oo horeeyo waynu sheegayna mar laba laakiin talaabadan aad samaysan ee aad u gurmateen iyo dareenkan aad muujiseen iyo abaabulka ugu dambeeyay ee garoonkii muhay ee muqdisho maanta la isugu yimid ee dadka muhay dareenkooda ku muujinayaan ee madaxda loo timi runti waan idin ku amaanayna haddana ummada Soomaaliyeed meel kasta aan joogno waan amaanayna madaxweynaha waan amaanayna ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa waan amaanayna labada goole waan amaanayna waxa shacabka waan amaanayna culimada waan amaanayna warbaahinta sidee uga qayb qaadatay runtii waxa weeye shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda si weyn ayay u gurmadeen dhaqaale ma la urunaya oo ma la bixinay dhiig baa ma la bixinay dad baa ma aan idin haya arrimo badan ma ballan qaaday oo ila soo xiriiray anigoo ah Cabdimalik Shuuq Musool doon gudoomiyaha raad kaalmeen ku waxa weeye runtii amaan ayay dadku mudan yihiin marka Soomaalidu yani meel kasto ay joogto waxa weeye siyaabo kala duwan ma hayo oo qayb qaadatay halkan waxaan xasuusanayaa shacabka reer Soomaaliland oo aan qorsheysanayay ilaa shalay ilaa dhowra inaan ma si gaar ah u la hadlo waan ilaado ma hayo waajib ma hayo idinkan idin la gudboon hadaa tii shacabka Soomaaliland waajib si gaar ah ma hayo idin la gudboon kaalintii waa la tabayay yani dad ma wanaag ma hayo ku sun dambatiin dad ma lagu yaqaano gurmadka iyo muhaayna walaaladin u gurmataan iyo heelka iyo ma ficilka lagu yaqaanayatiin waxa weey kaalintii wala tabaya waxaan filaya in soo guuxaysan soo socota waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland shacab iyo xukuumadba inay arrigan muhaay si rasmi ah oo yani muhaay shaqa inay uga qayb qaataan waa inay gurmadka fidiyaan waa inay muhaay dhaqaale la ururiyo waa in dhaqaatiir la diraa waa in cid gurmad la diraa waxa weey shacabka waxa weey ama anigu maanta burcaan ku suganahay waxaanay qorsheysan dhawaan in muhaay yani ma gaar ma xishay insha Allah bidni ilal kariim dhaqaale ma lay soo dhiibay oo dad kala duwan lay soo dhiibay oo ma umad Soomaaliyeed oo daalada caalamka joogta in soo dirtay oo ay wakiilatay in halka gaarsiiyo ayan ma insha Allah gaarsiin doona bidni ilal kariim marka dadka waan xusay dadka dhaqaale ay soo dhiibay insha Allah bidni ilal kariim waxa kamida dadkaas Munaa Ahmed Maxamed waxay soo dirtay iyada iyo hablo kale oo ay ka mid tahay Qamar Sheikh Cabdullaahi iyo Kiin Chaawel iyo Shukri Jilaal iyo Shukri Timcaale oo hablahaas muna waxa weeye dariiq bay istaagtay Ilaahay ka raaxay siisay lacag uu ruuso dadka gaal iyo islaam bal lacag bay ka ruunaysay maxay Soomaaliya soo caawiyeen waxay soo ruubisay oo ay dorad ama shalay baan filayaa inay soo dirtay lacag 1200 way soo gaadhay waan ka hayaa Xaawe Ismaaciil oo Mareykanka joogta aan shaqal aan jecelay meesha ay tahay Missouri inay tahay dhawaaqay hadaan saxay $1000 bay tii waan soo dirayaa marka waxa weeye galabta markay Mareykan u noqoto galabnimada ay soo dirayaa bay tii waan sugeynay Cabdi Rashiid oo boosaas jooga waa Cabdi Rashiid Maxamed Cabdullaahi Cabdullaahi Maxamed $1000 buu soo diray Cabdi Rashiid Cabdullaahi Maxamed waan ka hayaa Khadiija Ahmed waxay soo dirtay iyadaa saygeeda maneen iyo dad kale ma garanayo laakiin lacag Khadiija ku qoray way soo gaadhay waa $613 Kingston meel ay raadan maneen ma garanayo Muuse محمد مهدي سجن وصادري لي شاب من كصادري لا بقول له دولار أيو كصادري سين بشيء ثام بقول دولار بن فيلا يعني سودان كصادري فردوسة دوران عبد الله كنتم دولار بن فيلا يعني وصادري لكن مجالا دن فيلا لكن العاية توان هي بقول دولار كنتم دولار تاليدا تاليدا إيرلان غارهان كوفرت إيرلان مش حرتة عاصمته دبلن تايو كنا ويسوق وعيا وحيلا ونبلس وحيلا إن شاء الله بإذن الله الكريم waxa kala jira oo iyaguna ma hayo lacag soo wada oo yaani soo wada lacag aan filayo inay tahay $1200 hablo ma hayo ay hormuud tahay oo ma dhowtay ilaa hadlay hooyo Ibrahim Awsici iyo hablo kale oo aan magacooda dal Mareykan joog magaalada Mareykan ku taala ay ma hayo ay joogan in place code noo taari kartaa insha Allah bidni ilaah karim kan inta inoo haysid ma hayo galab inta ku beegti insha Allah ان هبلها سنه waxay soo wadan lacag bay soo wadan lacag 1200 ayay yiraahdeen waan ku soo dayna insha Allah bidni ilaah kariim marka dad Soomaaliya ayaa maayay aniga aan soo bandhigin aanan oran maayay hala soo kaalmeeyaba ayaa arrimihii nagu ogaayeen ayay nala soo xiliileen waxay yiraahdeen ilowba ilow yani aadan ku soo dareen Cabdi Maalik
دتك يا هلك على عجارسي إن شاء الله بإذن الله الكريم سيم بنا صمين دورنا أمان تجو أمان عدوا كيش لك وحن كرة توينا هنا نقدشت تجو وأنا نقدش تجو أنا قويسسك وحن أودي كريو هنا نحوي العجها عجارسي العجها يلا عجها صوصه وح كلوت شرا دت يعني نحوي بلن قاضي دت نحوي بلن قاضي هنا كفالة قاضي دتك نحوي أجو موبي نحوي هنا كفالة قاضي هنا كفالة قاضي وحير كم إذا دت كاس إن أهوران يدقوش هاي قف برادي شغلة كده قفوك آمين عبد النور هاي بلن قاضي هنا لبقف هنا نحوي إن كفالة قاضي سو آمين عبد النور وحوي يضم شيء شو ده إن لبقف بنحوي كفالة قاضي سو وح برشدو ده لبقف عروة وأوبت كودي وحلا أهل كودي هاي كده وعمل عمل ولا هي كل شيء يدك ما هم قديشوا صدقها مريم عثمان محمد يدنا لبقف النور وبيت شو ده لبقف بيتين نحوي يوم بلن قاضي هنا كفالة قاضي waxa kale oo ila soo xiriiray maxamed umar xasan oo isaguna yiri wani anigu qof baan ma hayo balan qaadaya Denmark ku joogaa baan filayaa qofkaasi ayaan filayaa ma hubaa meel uu joogo laakiin Europe taas uu igala soo xiriiray isaguna wuxuu balan qaaday inuu kafaala qaadanayo inuu cid kafaala qaadanayo caruur kafaala qaadanayo qof qura ee Maryana laba qof aaminina laba qof ilaahay xeer ku abaal mariyo dadkaas waxa diyaar u yihiin dadan ilaahay ba jira oo aanan diwaan gelin oo ila soo xiriiray inuu balan qaaday inuu kafaala qaadanayo marka dadku way nala soo xiriirayaan maadaama arimay kaalmay ku wanaagu ogaayeen سأنا أرجعن وهاول قال الله أنا كنا في معاي رنتي أرجعن وأر يعني فتح عليه فس يعني في معاي يعني في معاي أرجعح رنتي لها وأنا أذ ونا إحنا وقدم قلنا في معاي رول قرير ك كده عايز صوب مقدشه وأنا أذ وقدم قلنا إيه بدنه وأنا هلك مرنا وأذ كنا أذ مرتين وإلهي أنا قدرني إن معنا لقو قرحي لكن ولا لدي لقو قرحي ضد أنا محب جرب سن ضد ك يعني قرحي رنتي وحي هاي ضد معاي مجرمين أي هاي إلهي بنا في معاي كله حساب تمي دونا بيدل إلى الكريم شعب الصومال أنا نص ونص شعب الصومال أنا رنتي وحوي هناك بدن بنكوبنا شعب الصومال أنا وحوي إم بدن بشعب الصوماليات برنامج كان كلمة كون أي صاع وين يقعد معي وده شيء كسماعي ومقد شيء بوساسي يو بيدا بيو ميرك لو دوت معي وده شيء غير الصومال أنا يعني أي صاع وني ضد كاسي ضد غير برعاب يوبن ناين ضد الصوماليات صاع وني وحوي ضد غير برعاب ayaan soo bandhigayne iyo agaar ama argaysaa joogan ama aagan miiga quraaha joogan oo maadaama xaruntay doonta tahay in badan reer caaba soo bandhigay dad Soomaaliyeed baan soo caabiyay maanta waxa ay ku waajiba in aad idinkuna la damqataan taa qurama haye laakiin waxa weeye dad walaaladeen waa dad walaaladeen waa dad caanisu Soomaaliland dad Soomaaliyeed baan nahay arrimaha siyaasadda dhinaca aan iska dhigno maamulada iyo dawladaha dhinaca aan iska dhigno waxa weeye waa dad Soomaaliya waa dad Islaam waadad muhaayay laba salaameen oo jira oo dhibaato soo gaadhay barriga maalin weyn ugu dhici karta saaso kale inoo soo gurman karaad waxa weeye horena weyn ugu soo gurmadeen abaarihii maanta kaalintii niyaal la tabin yaa loo shacabkii reer Soomaalna waxa weeye weynaga aamuseen isabaabula idinku isabaabula oo muhaayay taga oo dhaqaalaha dira oo ku hagaajiyo meelaha ku haboon in lagu hagaajiyo waxa weeye magaalo kasta ba hay jirto reer Soomaalna si gaar ah u hadlay maanta burcaan ku suganahay waxa weeye heer buu si gaar ah u hadlay masajidada ka kaac culimadu hormuud ha kaado hal uu duriyo dhaqaalaha la uuriyo dhaqaatiirta la uuriyo waraaqoonta dadka lagu caawiyo burcaan la hadlaya hargeysaan la hadlaya berberaan la hadlaya booraman la hadlaya laas aanood baan la hadlaya ceerigaaban la hadlaya magaalooyinka maay Soomaaliland baan la hadlaya waxa weeye ka qayb qaata u gurmada walaaladii ha qorina tacsiwaan tacsiyeena qoro way fiican tahay inaad maay la danqataan oo la imaysan way fiican tahay talaabo la taabo karo sameeya wax la taabo karo sameeya gaala u soo gurmatay Muqdisho gaar dawladda gaar ah oo sida Kenya ay leedahay dawlad muslim baa ku dhexnaa laakiin waa dawlad gaar ah way soo gurmatay Mareykanka baa soo gurmaday een dalal Islaam ah soo gurmaday sida Turkiga oo aan aad u amaanayo Qatar oo iyaduna amaan mudan iyo qaar kale badan baa soo gurmaday ee laakiin inaga maxaa u hayay oo halka joogna buuco joogna maxaa inoo diidaya inay maay u gurmano walaaladeen waxa weeye gurmad ayaa maay gurmad aynu maay gurmad ku dhaqaaqno aynu ugu magac darno gurmadka Somaliland ee Muqdisho hala sameeyay maayay hashtag asmada hala sameeyay twitterka iyo facebooka lagu sameeyay gurmadka xarijin hoose Somaliland xarijin hoose ee xarijin hoose Muqdisho gurmadka Somaliland ee Muqdisho halka la suu imaado marba hashtag aan ku dhawaaqno waxa weeye waa gurmadka xarijin hoose ee Somaliland xarijin hoose ee xarijin hoose Muqdisho sida ama waxa weeye ka sumada aan isku garanno halo gurmada waxa weeye walaaladii taas waa waxa weeye reer Soomaaliland ummada Soomaaliyeed si guud ahaan ummada Soomaaliyeed si guud ahaan waxaan ugu baaqayaa
قف كاستابه و اودي كريو عيد دوونه غارسيو وحاويه ماشو دوونه مريه لكن هلا دقاقه هلا دقاقه كاسن دي كوبورينينا وحوين بين قريسا هلا موسي غورمه كنتي هلا موسي غورمه تاس وحاويه وادني كالمينتا الى هي خير ابواب مريه كنتي وحاويه ما انت مقدسي ما جوج لكن يعني دليره بدنا قارنا غرني بقى معي كنتي طلابه اد ونايسن سميني دليره بقى معي كعدي dadkii maay cid imay hadin waxa weeye waayeel iyo